سادة وسادة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة من نبض البلد التي نبحث فيها اغتيال الشهيد السنوار، حديث الساعة والقراءة سياسيا وعسكريا ماذا نتوقع بعد ذلك. الحديث حول هذا الموضوع أرحب بداية بضيفي الخبير العسكري والاستراتيجي نضال أبو زيد. مساء الخير. مساء الخير محمد. وقبل أن أبدأ معك الحوار أنتقل مباشرة إلى مراسلنا غازي من مباشرة من خان يونس. غازي مساء الخير، والمشهد لديك غازي وتطورات الميدانية لديك، تفضل غازي. نعم مساء الخير وتحية لك محمد. بالفعل نحن الآن بصدد الحديث عن ما أعلن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار. هناك يعني حزن عارم في الساحة الفلسطينية في شوارع قطاع غزة على سماع هذه الأخبار التي وردت عصر هذا اليوم وتم تأكيدها خلال الساعات أو الساعة الأخيرة، وهذا الأمر بطبيعة الحال يطرح الكثير من التساؤلات بالنسبة للفلسطينيين حول ماهية هذه الحرب بعد اغتيال السنوار الذي يعتبر هو المهندس والمخطط الأول لأحداث 7 أكتوبر من عام 2023. هل سيكتفي بنيامين نتنياهو بأخذها كصورة نصر وينهي هذه الحرب، أم أنه سيمارس المزيد من الضغط على حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من أجل تحقيق ما يعرف بالنصر المطلق؟ وهذا ما تبين من خلال تصريحات وزراء الحرب الإسرائيلية الذين قالوا بأن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح ويجب المضي قدما في تحقيق النصر المطلق. هذا الأمر يخيف وهناك الكثير من التساؤلات حول المواقف الرسمية للفصائل الفلسطينية، كيف سيكون رد حركة حماس على هذه على طبعا استشهاد يحيى السنوار، خاصة وأنه الرئيس المكتب السياسي الثاني فترة وجيزة قط ما بين اغتيال إسماعيل هنية والآن استشهاد يحيى السنوار. بالتالي عمليا هناك الكثير من إذن قطعت الصورة بغازي. أنوه فقط أن نتنياهو يقول الآن أن الحرب لم تنتهي بعد، في إشارة إلى ما بعد استشهاد السنوار صدفة في قطاع غزة تحديدا في تل السلطان. أنتقل لجوانا ناصر الدين. جوانا، كيف استقبلت الضاحية الجنوبية في بيروت وبيروت عموما نبأ استشهاد السنوار؟ مساء الخير محمد. لعل هذا الخبر شكل زلزالا يوازي زلزال اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. في الواقع كل ما يطرح اليوم في لبنان ماذا بعد اغتيال يحيى السنوار، كيف سينعكس الوضع على الداخل اللبناني وتحديدا على حزب الله، كيف سيكون التنسيق بين حزب الله وبين حركة حماس، خصوصا مع كل الاغتيالات التي حصلت والتي طالت أيضا القائد في حماس صالح العروري الذي كان يتولى مهمة التنسيق بين الحزب وبين حركة المقاومة الإسلامية. في الواقع حزب الله حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان تعليقي على استشهاد يحيى السنوار، ورغم أن معلومات من العلاقات الإعلامية أو معلومات قريبة من حزب الله كانت قبل إعلان جيش الاحتلال الرسمي عن اغتيال السنوار كان لديها علم بفقدان الاتصال به، وكانت شبه أكيدة بأن السنوار استشهد، ولكن حتى الساعة لم يصدر أي تعليق عن حزب الله. ولكن يمكن أن نقول محمد أن كما كل المنطقة لبنان تحت الرصد الآن، خصوصا مع كل ما يجري على أرضه من عدوان إسرائيلي، خصوصا وأنه بالنسبة كما ذكرت للاحتلال الإسرائيلي وبالتحديد رئيس كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو الحرب لم تنتهي، وحتى لا حربه على غزة ولا حربه على لبنان، وهو كان واضحا بأنه يريد القضاء على كل قدرات حزب الله العسكرية. ولكن هناك أمر لافت أيضا محمد، أن عمليات حزب الله اليوم وقبيل الإعلان عن اغتيال أو عن استشهاد يحيى السنوار توقفت عند الساعة 6:45 مساء على 13 عملية عسكرية فقط، وحتى الساعة لم يصدر أي بيان عن حزب الله. وهذا أمر لافت خصوصا بعد كل ما شاهدنا في الأيام
الأيام الماضية لا يمكن الربط ويمكن الربط في ذات الوقت بكل ما يجري في غزة، ولكن يمكن أن نقول أن نعي يحيى السنوار واستذكار كل مسيرته كان أمرا جليا عند كل محور المقاومة اليوم في لبنان، عند الشارع المناصر لحزب الله، وعند أيضا كل الإعلاميين الذين ينطقون باسم حزب الله اليوم، واعتبروا أنه زلزالا مشابه لزلزال اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله. محمد، شكرا لك جوانا ناصر الدين من بيروت مباشرة. أعود فقط للأخبار العاجلة التي تصدر عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يقول أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن، ويطالب من يحتجزون المختطفين وفق توصيفه بتحريرهم لإبقائهم أحياء. هذا توصيفه، وهو يقول أن الحرب لم تنتهي بعد وأن المهمة لم تكتمل. وأشير أيضا إلى حديثه حول أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن. هذا توصيف نتنياهو لاغتيال الشهيد يحيى السنوار. قبل أن أسمع منك نضال بيك عسكريا، أسمع سياسيا من السيد مروان الفعوري. أستاذ مروان مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد الليلة. أستاذ مروان، حماس فاجأت الجميع عندما اختارت يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي بعد الشهيد إسماعيل هنية. اليوم وصدفة ينجح الاحتلال باستهداف السنوار ويستشهد السنوار على أرض قطاع غزة. وجهة نظرك بما سيكون الآن لدى المكتب السياسي في الخارج، وكيف سيكون المشهد داخليا؟ اليوم رئيس الحركة داخل غزة استشهد، وعليه على الحركة أن تعيد حساباتها. كيف سيكون التنظيم الإداري والتنظيم السياسي لحماس؟ كيف ستعامل مع هذا الخبر؟ أخي محمد، من يعرف تنظيم حركة حماس والبنية العسكرية والسياسية لكتائب القسام يدرك أن هذه الحركة ليست معتمدة على شخص. عز الدين القسام استشهد قبل 75 سنة، واستمر الجهاد واستمر العمل العسكري واستمر كتائب القسام، واستشهد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس، واستشهد عبد العزيز الرنسيسي، واستشهد إبراهيم مقادمة، واستشهد يحيى عياش، واستشهد أحمد الجعبري، واستشهد مروان عيسى، واستشهد عدد كبير جدا لا تستطيع أن تحفظهم بذاكرتك من القيادات التي تتصدر المعركة. هذه الحركة حركة مجاهدة، وما دام هناك احتلال يجب أن تكون هناك مقاومة، وما دام هناك مقاومة لابد أن يكون هناك شهداء. ومن كان يعرض ويتحدث عن خروج يحيى السنوار إلى تونس أو إلى الجزائر، يعني كان كلام يعني يدعو إلى الضحك والسخرية، لأنه لا يعرف بنية حركة حماس. هؤلاء عندما يعني اختطوا هذا الخط من بدايات تأسيس كتائب عز الدين القسام، هم يعلموا أنهم مشاريع شهداء، واستشهد إسماعيل هنية في طهران، واستشهد صالح العروري، واستشهد عدد كبير من قيادات العمل العسكري في لبنان، واستشهد أيضا حسن نصر الله رحمه الله في لبنان. هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، لن تنتهي كما يظن نتنياهو بأفق قصير، من خلال يعني أفكار ومن خلال أماني يطرحها في أنه يريد أن يسيطر على قطاع غزة. حماس حركة وفكرة، وهي متجذرة في ضمير كل أردني، عفوا، في ضمير كل مقاوم وكل فلسطيني، بل وفي ضمير كل إنسان حر وشريف. وأعتقد أن السنوار سيولد 1000 سنوار بعده بعد اليوم، وسيصبح أيقونة. حركة حماس حركة منظمة فيها تراتبية قيادية، إجابة على سؤالك الكريم، ولا يمكن يعني أن تنتهي هذه الحركة باستشهاد قائدها. يعني الآن لم يكن لدى السنوار يعني أسرى، ولم يعني يلقى القبض عليه كما كان يدعي الإعلام العسكري الصهيوني الكاذب أنه كان في نفق، كان مقبل يحمل سلاحه مواجه للإسرائيليين في هذه المعركة الشريفة. ويعني السنوار كان في مقدمة كتائب القسام، مشتبك مع العدو، واستشهد أمس ولم يكن يعلم العدو الصهيوني أنه قد استشهد، وهذا
يعني فشل استخباري أمني كبير. أعتقد أن حركة حماس حركة ولادة ويعني تقدم قوافل الشهداء، وهذا الدم هو وقود لهذه المعركة الطويلة الممتدة التي ستنتهي بالقضاء على هذا العدوان ورحيل الاحتلال. نعم، السؤال اليوم، من المرشح الأبرز اليوم لخلافة السنوار سواء في غزة أو في رئاسة المكتب السياسي لحماس؟ لأن إلى من سيتحدث المكتب السياسي أساسا اليوم في الخارج، في الداخل، في داخل غزة، من القيادي المرشح ليصبح هو حماس؟ نعم تفضل. حماس كما تعلم هي ثلاث أقاليم تنظيمها، يتكون من إقليم غزة وإقليم الضفة وإقليم الخارج، وهذه الأقاليم تخضع لمجلس شورى واحد يتخذ القرار بتوافق كامل. وأعتقد أن خليل الحي الآن ويعني إخوانه يعني هم يديروا المشهد في العمل السياسي والعمل العسكري في الداخل والخارج، ويديروا التفاوض حول ملف الأسرى. ولا يمكن أن يتخيل شخص أن الحركة قوتها وقوة بنائها التنظيمي تعتمد على شخص الرئيس. يعني هناك مؤسسية كبيرة في حركة حماس هي التي تسيطر على القرار وتضبط إيقاع العمل العسكري والعمل السياسي والتصريحات الإعلامية، ولذلك أنا يعني لا أعتقد أن هناك مشكلة حقيقية. نعم. الذي اتخذ القرار، لكنك ترشح أن يكون خليل الحية هو خليفة يحيى السنوار اليوم؟ أتوقع ذلك، أن يكون خليل الحية هو خليفة يحيى السنوار في المرحلة القادمة. هل سيغير خليفة السنوار وجهة النظر في المفاوضات ووجهة النظر تجاه كل الأحداث التي تدور، خصوصا أن مصير محمد الضيف لا يزال مجهولا إن صح التعبير من طرف حماس؟ محمد الضيف قائد عسكري وليس قائد سياسي زي يحيى السنوار. يحيى السنوار هو رئيس المكتب السياسي في غزة، وليس القادة العسكريين هم يعني محمد الضيف ومروان عيسى رحمه الله وآخرين، يعني عدد من القيادات العسكرية الموجودة، بعضهم استشهد وبعضهم موجود. والعمل العسكري الميداني شغال يعني اليوم ومبارح أكثر من 11 عملية أعلنت عنها كتائب القسام. يعني يضبط العمل السياسي من خلال التشاور ومن خلال الرأي الغالب، وليس هناك تدافع ولا صراع كما يصور يعني الإعلام أحيانا الذي يعني يحكم على ظاهر الأمور. حركة حماس حركة كما قلت لك من خلال معرفتي القريبة بهذه الحركة، حركة هادئة قوية تتخذ قراراتها بمنتهى الديمقراطية والشورية والحوار، ويلتزم الصغير والكبير بالقرار الذي يتخذ، ويخضع هذا القرار لاحترام كل عناصر الحركة في الداخل والخارج والضفة. نعم، أشكرك كل الشكر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية مروان الفغاري، كنت معنا مباشرة للتعليق على استشهاد يحيى السنوار وما سيكون في قادم الأيام. أذكر فقط أنه كنا نتابع على أقصى يسار الشاشة حديث رئيس الوزراء وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو حول حادثة اغتيال السنوار، كنا نتابعها على أقصى يمين الشاشة. نضال بيك، أسمع تعقيبك اليوم. نعم. اليوم بصدفة ينجح الاحتلال باغتيال الشهيد السنوار في داخل على أرض غزة، على سطح أرض غزة، وليس في نفق، وليس مع بوجود أسرى، وحده مع مرافقيه. نعم، بداية محمد أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. يعني هذه الصورة التي استشهد فيها السنوار هي ليست الصورة التي يريدها الاحتلال، وكان يريد أن يقبض على السنوار أو يغتال السنوار داخل نفق بشكل متخفي، وليس كما ظهر في المقاطع أو في الصورة التي تم بثها. الآن الصورة التي ظهر فيها السنوار مقبلا ليس مدبر، ظهر فيها أيضا يرتدي لباسه العسكري بشكل كامل، على ما أعلن أيضا الاحتلال بأنه يوجد معه أيضا كان قنابل يدوية موجودة في السترة التي كان يرتديها،
وبالتالي ظهر بكامل عدته العسكرية، وكان معه أيضا قائدين من المستوى المتوسط وهو محمود حمدان وهاني حميدان، وهذه من القيادات المتوسطة الموجودة في منطقة خان يونس. وبالتالي هذه العملية أيضا لم يكن يريد بنيامين نتنياهو أن يغتال يصل إلى السنوار بهذه الطريقة، بطريق الصدفة. وكما أعلن أو رشع على بعض المواقع أنه تمت عملية الاغتيال يوم أمس وبالصدفة من خلال الاشتباه بأحد الملابس. اسمح لي نضال بيك بس التوصيف، الاغتيال هو استهداف شخص معرف مكانه، نعم، واستهدافه لغايات قتله، نعم. هذه العملية ليست اغتيال، هذه استهداف لمجموعة تقاتل تقاوم، نعم، في تل السلطان. نتيجة هذا الاستهداف تم إطلاق قذيفة تجاه المكان الذي تواجد فيه، صحيح، السنوار، وتم الاكتشاف صدفة، نعم، بأن الجثة التي وجدت في الموقع هي لي أو شكوك حتى، نعم، هو بعد اليوم صباحا تم الشكوك وتفتيش الموقع ووجدت جثة الشهيد السنوار وتم الكشف عليها والتعرف عليها. وبالتالي هذه العملية ليست استخبارية ولا يمكن تسجيلها على أنها إنجاز تكتيكي يسجل للاحتلال، بل على العكس هذه فشل استراتيجي بكل المقاييس، أن كل الجهد الاستخباري الذي كان مصبوبا على قطاع غزة وكل الجهد العملاء الذي كان من خلال شعبة الاستخبارات العسكرية أمان تحاول تحقيق اختراق للوصول إلى السنوار لم تصل له بالطريقة التقليدية التي أرادها بنيامين نتنياهو، بل وصلت له بطريق الصدفة وفوق الأرض وبالعتاد الذي ظهر به. وبالتالي لم تكن هذه الصورة التي يريدها بنيامين نتنياهو والتي يستطيع من خلالها تحقيق إنجاز. اسمح لي أن يقول نتابع الشاشة إنجاز. الصورة التي روج لها الاحتلال كثيرا منذ بداية المعركة وهي وجود السنوار مع أسرته في نفق، نعم، وأنه يختبئ ويغادر من نفق إلى نفق ليغادر غزة أو ليتنقل داخل قطاع غزة. واليوم نتنياهو يقول في تصريحاته قبل قليل أنه كان يتواجد في رفح، نعم، منذ فترة طويلة وكأنه يتحدث معلومات استخباراتية، وهذا أمر غير دقيق. وسبق للاحتلال أن أعلن أنه كان يمكن له استهداف السنوار لكنه رفض ذلك لوجود أسرى في محيطه، وهذا يبرر يعني يكشف زيف ادعاءات الاحتلال السابق. يعني أعتقد أن هذه لا تزال تتكرر البروباغاندا الإعلامية للاحتلال ويحاول الترويج لصورة نصر. وتحدثنا أكثر مرة قلنا أنه فشل في غزة، ذهب إلى جنوب لبنان، يفشل الآن في جنوب لبنان، يبحث عن مخرج له من هذا الفشل وهذه الخسائر، فوجد ضالته فيما حدث معه بالصدفة في الوصول إلى جثة الشهيد السنوار. الآن فيما يتعلق بهذه العملية، عندما أقول أن هذا ليس إنجاز حتى تكون الصورة واضحة ونستند إلى حقائق على الأرض، لم يكن السنوار ضمن أهداف المستوى السياسي التي وضعت للمستوى العسكري لتنفيذها في قطاع غزة. الأهداف واضحة، تحرير الأسرى لغاية الآن لم يتم، القضاء على حماس لم يتم. نحن هنا نتكلم عن فكرة ونتكلم عن أيديولوجيا موجودة في قطاع غزة. العمليات العسكرية مستمرة، بل على العكس منذ إعلان أنه الاشتباه بالوصول إلى جثة السنوار كان هناك 6 عمليات، 3 عمليات كانت موجودات في جباليا في محيط جباليا، و3 عمليات في رفح وخان يونس، وكانت العمليات نوعية وليست عمليات صورية. عندما نقول أن استهداف مبنى كان فيه جنود الاحتلال، هذه رسائل من المقاومة تريد أن تثبت أن المقاومة لا تتجسد بشخصية شخص معين. وقلناها أكثر من مرة من نبض البلد أن الهياكل التنظيمية في هذا الشكل من الفصائل المقاومة لا تكون هياكل تنظيمية عمودية، بل هياكل تنظيمية أفقية. عندما كنا نقول أن المقاومة هنا تقاتل بنظام العقد القتالية، بمعنى كل عقدة قتالية لها قائد للعقدة، لها بعد إعلامي، بعد تخطيطي، بعد استخباري، وبالتالي العقدة مستقلة عن رأس الهرم الذي يقاتل أو الذي يخطط، لأن الخطة في هذا النوع من العمليات وضعت مركزيا ونفذت لا مركزيا. وبالتالي عندما خرج أبو عبيدة وقال الناطق الإعلامي باسم المقاومة وقال أننا في المرحلة القادمة سنجر الاحتلال لعمليات استنزاف طويلة، هذه هي الخطة العامة التي أتحدث عنها والتي أقول أنها وضعت مركزيا. إذن التوجيهات أننا نريد عمليات استنزاف للعقد القتالية التي تنفذ هذه العمليات والتي تقوم بتنفيذ مثل هذه التكتيكات لاستنزاف قوات الاحتلال، لأنها تدرك أن التفوق التكنولوجي والفني للاحتلال قد يقطع الاتصالات، أنه قد يخترق الاتصالات أيضا، لذلك يذهب باتجاه هذه المعادلة بأن يقاتل مركزيا بأن يخطط مركزيا ويقاتل لمركزيا، رغم رمزية السنوار للمقاومة ورغم أهمية وجود الشهيد السنوار للمقاومة، إلا أن المقاومة لم تبني مبادئها على شخصية ولم تتجسد بشخص واحد. وحتى نثبت ذلك بالأمثلة، عندما أعلن عن استهداف الضيف رئيس أركان
المقاومة أو القسام في قطاع غزة، والذي يعرف بكل تفاصيل العملية العسكرية. لم تخبو العملية العسكرية بل استمرت كما هي. عندما أعلن أيضا استهداف ليس الأمين العام لحزب الله فقط بل قد يكون الأب الروحي لحزب الله، واستمرت المقاومة في جنوب لبنان بالعمل المقاوم، وبالتالي هذه الفصائل المقاومة لا تبنى ولا تجسد في شخصية واحدة أو في شخص واحد. الاحتلال لغاية الآن لم يحقق أهدافه، وصل إلى السنوار، استشهد السنوار لكن لم يطلق سراح الأسرى، وبالتالي أعتقد في ظل وجود القيادات المتشددة أيضا أكثر من السنوار مثل يحيى محمد السنوار ومثل محمد شباب، رغم الشكوك بأن محمد السنوار قد يكون استهدف واستشهد أيضا برفقة السنوار في هذه العملية. من تم الإعلان عنهم في هذه العملية هو محمود حمدان وهاني حميدان، وهما من القيادات المتوسطة في خان يونس. لم يشر الاحتلال إلى وجود محمد السنوار في هذه العملية. هو غير معرف، وجه محمد السنوار غير معرف. أشار إلى ثلاث أشخاص، وقد يكون هؤلاء ثلاث أشخاص. الآن المرشحين محمد السنوار مرشح، محمد شبانة الذي تعرض إلى ثلاث محاولات اغتيال ولم تنجح، وهو قائد لواء رفح وقد أبدع في العملية العسكرية الموجودة في رفح، وأرغم قوات أو وحدات الفرقة 162 على الانسحاب من مناطق كثيرة في رفح. بالتالي أعتقد أننا أمام وجه متشدد، قد يكون متشدد ميدانيا أكثر من السنوار، أكثر من يحيى السنوار، إذا ما ذهبنا باتجاه شبانة أو ذهبنا باتجاه القيادات الأخرى للمقاومة في قطاع غزة. أمر آخر ومهم محمد، فضل. حتى تكون المتابع بصورة الحدث، المقاومة ليست فقط القسام موجودة في قطاع غزة، هناك الكثير من الفصائل، سرايا القدس موجودة وقياداتها موجودة، كتائب عمر القاسم موجودة، كتائب أبو علي مصطفى، الجبهة الشعبية موجودة، وبالتالي المقاومة في قطاع غزة لا يمكن ولا نستطيع أن نجسدها فقط بالقسام وبيحيى السنوار. المقاومة فصائل متعددة، نعم. لا تزال تعمل، لكن القسام هي الفصيل الأقوى، وهي الفصيل الأكثر قدرة على الأكثر تسليحا إن صح التعبير أيضا، والأكثر عدة وعتادا في هذه المعركة على أقل تقدير. بعد فاصل سأواصل مع ضيف الكريم وسنبحث هل يكون استشهاد السنوار مرحلة جديدة فعلا على أرض المعركة، بمعنى هل يمكن أن تكون هناك هدنة. تحديدا أن بلينكين تواصل قبل لحظات مع وزير الخارجية القطري بهدف استئناف المفاوضات مع حماس. بعد فاصل نواصل، ابقوا معنا. نواصل هذه الحلقة الخاصة من نبض بلد. نضال بيك، أنا توقفت معك وهناك نقطة مهمة عندما يقول نتنياهو أن الحرب لم تنتهي، عندما يبدأ بلينكين مباشرة اتصالاته تحديدا مع وزير الخارجية القطري لبحث سبل إعادة التفاوض بشأن الرهائن، ولم يتحدث عن وقف الحرب. يعني الجانب الأمريكي يريد إنهاء ملف غزة، يريد الدخول بمسار دبلوماسي، يريد الخروج من المأزق الذي وضعوا فيه بنيامين نتنياهو، مأزق اشتباكات شمال، مأزق قطاع غزة، مأزق الرد الإيراني، وبالتالي كل هذه الملفات التي أربكت الجانب الأمريكي الذي هو على أبواب بعد عدة أسابيع على أبواب انتخابات رئاسية. التالي يبدو أنه بلينكين ذهب باتجاه ضرورة فتح مسار دبلوماسي يتوازى مع المسار العسكري في ظل تعنت بنيامين نتنياهو بضرورة استمرار العملية العسكرية. لا يمكن لأي مراقب أو متابع يعتقد أن المقاومة قد تخبو بعد استشهاد السنوار. أنا أعتقد أن المقاومة قادرة على إعادة إنتاج نفسها وبسرعة، وقد نسمع خلال الأيام القليلة القادمة القيام بعملية الإنتاج. أنا نضال معلش بدي أكون شوي يعني واضح اليوم. نعم. السنوار قائد حركة حماس كان بين مقاتليه. نعم. هذا ما يثبت اليوم على الأقل. وبلباسه العسكري. نعم. وأنا يعني وأعتذر من الجمهور الكريم أن لن نبث أي من صور الشهيد يحيى السنوار، ولن نبث الفيديوهات التي تم تداولها حول جثمانه ومكان استشهاده لأن لحرمة الميت، ولأن هذه الفيديوهات لا تليق اليوم بأن يشاهدها المتابع في كل مكان. وعليه اليوم هناك وضع مختلف، القيادة الرئيسية القيادة العامة لحماس لن تكون داخل قطاع غزة، هذا الأكثر ورودا إن صح التعبير السياسي، هذا واضح. نعم. اليوم كانت القيادة السياسية في الخارج تتواصل مع السنوار، نعم، لاتخاذ قراراتها بشأن المفاوضات. اليوم قرار المفاوضات قد يكون لدى المكتب السياسي في قطر في الدوحة، نعم، وحده.
صحيح، سواء بالمرشح خليل الحية، خليل الحية او سمح، لأن هناك خليل وهناك خالد مشعل عشان نتفق يعني. تماما، هناك اثنين من القيادات المرشحة اليوم لخلافة يحيى السنوار، وبالتالي سيعود السيناريو الى ما قبل السنوار، وسيعود السيناريو الى ما الى عهد اسماعيل هنية هنا تم كان يتم التفاوض معه وهو في الدوحة في قطر، وبالتالي هذا لن يربك، انا اعتقد انه لن يربك المقاومة، مقاومة الخارج قادرة مباشرة على او الحماس الخارج قادر مباشرة على إعادة انتخاب وإنتاج قيادي للقيادي لحماس في الداخل، وبالتالي قد يمثل خليل الحية حماس في الداخل ويعود لنفس المشهد الذي كان يمثله الشهيد إسماعيل هنية. فيما يتعلق بالقيادي الميداني، الآن يبقى القيادي الميداني، لن تطول الفترة بانتخاب يبقى قيادي حماس في غزة. نعم، في غزة تحديدا، من سيقود حماس في غزة اليوم؟ الآن عدة أسماء مرشحة، قلنا أن محمد السنوار مرشح ورغم ضبابية وجود محمد السنوار، قلنا أن شبانة مرشح ورغم ضبابية أيضا وجود محمد شبانة، لكن محمد شبانة لم يسجل أنه تعرض لعملية اغتيال، أو لم يعلن أيضا الاحتلال أنه قام باستهداف محمد شبانة في رفح، وكان يقود العمليات في قطاع غزة في لواء رفح بالتحديد. وبالتالي أنا أعتقد لغاية هذه اللحظة، لغاية الآن ستمتص حماس الصدمة، ستمتص المقاومة في قطاع غزة الصدمة التي تعرضت لها من اغتيال رمزية المقاومة يحيى السنوار، وستعيد إنتاج قيادتها، وستقوم بالاستمرار بالعمليات العسكرية كما كانت، أو بتكتيكات جديدة تقوم بالقيادة الميدانية الجديدة لها في قطاع غزة. لكن أن نقول أن مع اغتيال السنوار قد تخبو المقاومة، المؤشرات على الأرض لا تشير إلى ذلك. السبب أنه هذه مقاومة غير مرتبطة اليوم. ألا يمكن لنا أن ننتظر الساعات والأيام القادمة لنتبين كيف سيكون المشهد في قطاع غزة؟ لأن المقاومة لم تكن تعلم باستشهاد السنوار، اليوم هي تعلم باستشهاد السنوار. وقبل أن أسمع وجهة نظرك في هذا الإطار، أسمع من الدكتور عامر السبالي الخبير الاستراتيجي. دكتور عامر مساء الخير. دكتور عامر، رأيك بما سيكون عليه المشهد اليوم بعد استشهاد السنوار ونجاح نتنياهو وإن صوريا باغتياله واستهدافه والقضاء على رمزية المقاومة في قطاع غزة، كيف سيكون المشهد وماذا تملك حماس اليوم من أوراق للتعامل مع هذا الحدث؟ يعني هو بلا شك عملياتيا إسرائيل خفضت مستوى العمليات في غزة منذ فترة، اليوم هذا سيسوق على أنه إنجاز سياسي، وسيتم استثماره على فكرة أن لابد من توجيه ضربات أكبر لحماس أو دفعها باتجاه كما رأينا مباشرة بعد اغتيال السنوار مطالبة بتسليم الرهائن، وبالتالي ستسعى إسرائيل الآن إلى فكرة تكثيف الضربات على ما تبقى من خلايا للمقاومة في عدة أماكن، باعتبار أنه حالة اللامركزية الآن يمكن أن تؤدي إلى الاستفراد بهم. الجزء الثاني أنه العودة إلى المربع السياسي بالنسبة إلى حماس، يعني بعد اغتيال إسماعيل هنية ذهب المكتب السياسي باتجاه السنوار، وهو ما حد من أفق وقدرة أيضا المناورة السياسية بالنسبة له، هذا سيعود بلا شك، وستكون هناك تحركات على المستوى السياسي أكبر، خصوصا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تبقي فكرة الحرب موجودة بعد توجيه كل هذه الضربات التي تلقتها حماس. يعني فكرة أنك تديم ديمومة حرب وتعمق كارثة إنسانية بهذه الطريقة مقابل عدم وجود حلول، أعتقد سيقل مساحة المناورة بالنسبة للإسرائيلي، وهذا ما يفسر أنه يمكن أن يتكيف مع الضغوط الأمريكية في موضوع تقديم تنازلات على المستوى الإنساني، لكن الانتقال بصورة أكبر على المستوى العسكري إلى جبهات أخرى. اسمح لي دكتور عامر، اليوم كيف ستتعامل حماس مع هذا الحدث اليوم؟ هل تعتقد أن حماس ستبقى على ما تركها السنوار عليه، بمعنى لن تقبل بمفاوضات إلا بشروطها وبما تريد، لأن السنوار هو كان الأكثر تعنتا اتجاه ما يريد من هذه المعركة؟ صحيح، لكن في النهاية هناك واقع يفرض نفسه، انظر الأزمة الإنسانية المعمقة، الضغط على الضغط البشري، عدم القدرة أيضا على التأثير على الداخل الإسرائيلي أمنيا، القدرات المقاومة
بعد كل ما جرى في عام كامل، بعد هذا الإطباق على الحدود، بعد قطع الإمداد اللوجستي، كله يعني في النهاية لا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يكون حرب قادرة على نقل الأزمة إلى الداخل الإسرائيلي، لكن يمكن أن تكون حرب استنزاف. حرب الاستنزاف لا يمكن أن تقود أي طرف إلى أي حلول. في النهاية يمكن التفكير فعليا، لهذا قلت على موضوع المكتب السياسي، على محاولة الاستفادة الحالية مما تبقى بأن تكون حماس جزء من القادم، أن تكون حماس جزء من المشهد في غزة، أن تقدم حماس اليوم رؤية قادمة للمشهد الفلسطيني كجزء من التيارات الفلسطينية. هذا يمكن اليوم البحث والمحاولة إنجازه بصورة سريعة، لكن أعتقد أنه ما جرى في الفترة الأخيرة وإغلاق الحدود بهذه الطريقة ومحاولة تقطيع غزة جغرافيا من جانب أمني، والبدء في موضوع أيضا إثقال الناس في غزة بالمأساة البشرية التي تتشكل ونقلهم من مكان إلى آخر والضغط عليهم، هذا كله في النهاية يخلق واقع لا يساعد على بقاء الحرب بشكلها الحالي. فأعتقد أنه هناك رغبة في تحديد هذا الأفق الآن في موضوع كيفية إبقاء هذه الجبهة مفتوحة، وقدرة هذه الجبهة أيضا أن تبقى قادرة على نقل التهديد إلى الداخل الإسرائيلي أو إسقاط خسائر في الإسرائيليين. سؤال أخير لأن وقتك محدود معنا دكتور عامر. نتنياهو يقول الحرب لم تنتهي وعلى الجميع وضع سلاحه جانبا، مع طلب من مقاتلي حماس الاستسلام وطلب إخلاء سبيل كل الأسرى لدى حماس. هل تقرأ أن هذا أمر ممكن أم أن نتنياهو لا يزال يضع العصا في الدولاب؟ لا، هو متوقع جدا أن ينتهج الإسرائيلي لهذا النهج مباشرة، يعني هو طلبه من حزب الله أيضا بصورة مباشرة بعد مقتل السيد حسن نصر الله. إذن هو فعليا يريد الآن أن يستثمر ما جرى هذه الخطوات على الأرض، والاستفادة من فكرة أن معظم القيادات الحالية أو حماس تمر بمخاض، أولا لا اتصال مع الخارج، قدرات يبدأ تحديدها، هناك عدم قدرة على التواصل مع كثير من الخسائر على المستوى القيادي. هذا يعني أنك أمام مشهد بحاجة إلى إعادة ترتيب حمساوي، لكن هو سيكون هناك إعادة ترتيب، لكن مستوى وقدرة وكفاءة كيفية إبقاء هذه الحرب مفتوحة بالنسبة لحماس هذا السؤال الأكبر. وبالتالي هو يستغل مرحلة الغموض، مرحلة الشكوك الحالية، مرحلة حالة عدم الاتزان التي يمكن أن تمر بها حماس حاليا بعد مقتل السنوار، هذا كله يريد أن يستثمره سياسيا وأن يبحث عن حلول تظهره بمنتصر وتظهر حماس بمستسلم. نعم، أود أن أشكرك كل الشكر دكتور عامر، وأشكرك على منحنا هذا الوقت هذه الليلة، شكرا جزيلا لك. وأنا هنا سؤال مهم، لأن نتنياهو وجه رسالة لمن المسؤولين عن الأسرى بوضوح، وهناك قلق وظهر ذلك في هذا العام، هناك من فقد السيطرة وقتل الأسرى، واليوم قد يدفع هذا الأمر، ما يحدث اليوم استشهاد السنوار قد يدفع بعض الميدانيين لقتل الأسرى. نعم صحيح، لأن بنيامين نتنياهو يريد استثمار المرحلة الضبابية أو الفترة الضبابية التي تعيشها الآن المقاومة أو تعيشها القسام بالتحديد ويعيشها حماس في الخارج. الآن هذه المرحلة الضبابية أو الفترة الضبابية هي التي يريد أن يستثمر فيها وقتيا وبسرعة، لأنه يدرك أنه قد تعيد المقاومة إنتاج نفسها بسرعة وإنتاج قيادتها سواء في الداخل أو في الخارج. لذلك هو يستثمر بملف الأسرى على الأقل أمام خصومه التقليديين وهي المعارضة. لبيد اليوم صرح أنه يجب أن يتم استثمار استشهاد السنوار بأن يتم فتح مسار الأسرى من جديد. بالتالي بنيامين نتنياهو ابتعد عن المعارضة التقليدية له وذهب مباشرة بإعلان أنه إذا تم تحرير الأسرى أو من يطلق سراح الأسرى سنسمع له بالخروج، لأن هذه المعادلة لن تقبل بها المقاومة في قطاع غزة. بل على العكس، أنا أعتقد برأيي حسب معرفتنا بعقليات القيادات المقاومة موجودة في قطاع غزة قد تذهب باتجاه التشدد أكثر، لأن معادلة كانت واضحة، معادلة السنوار كانت واضحة، إن زادت العمليات العسكرية ضغطها على قطاع غزة ووصلت إلى الأسرى واقتربت من الأسرى سيتم قتل الأسرى، وورد ذلك في حديث الناطق الإعلامي باسم المقاومة. الآن بعد كل هذه الفترة وبعد كل هذه التوجيهات للقيادات في المستوى الثاني والثالث، هل سيقوم القيادات بأن يروا أن بعد اغتيال السنوار سيتم الذهاب باتجاه أو فتح مسار؟ أنا أعتقد أن ذلك غير وارد. الأمر الثاني، نحن هنا نتكلم عن أيديولوجيا وليست فقط
حركة مقاومة، حركة مقاومة تملك أيديولوجيا، لا تزال تتمسك بأيديولوجيتها، بالتالي سيبقى المسار على ما هو عليه إن لم يكن أكثر تشددا. الآن الفترة هذه من الآن لغاية انتخاب رئيس أو تعيين قيادي ميداني في قطاع غزة، أعتقد أن القيادات في المستوى الثاني والثالث ستقوم بالمزيد من العمليات لتعطي رسالة للاحتلال أننا لازلنا موجودين، لازلنا نعمل كما حدث قبل ساعات من الآن، وبالتالي سترسل هذه الإشارات وسنرى هذه الإشارات من قبل المقاومة. الآن يعتمد الفترة الزمنية لانتخاب قيادة ميدانية يعتمد على ديناميكية الحركة بالنسبة للمقاومة. الخارج أعتقد أنه سيقوم بترميم أموره بشكل سريع لأنه أقدر على الاتصال فيما بينه، لكن يبقى فقط أن نعول على القيادة الداخلية أن عملية الاتصال السريعة بين بعضهم تنتج عن قيادة جديدة. أن البعد العملياتي على أرض قطاع غزة هو ما يحكم المشهد وليس المكتب السياسي في الخارج. المكتب السياسي اليوم في الخارج لا يملك من أمره شيئا. بالتأكيد هو يملك فقط عملية التفاوض بإعاز من الداخل، بإعاز من القيادات الميدانية بالداخل لأنها هي التي تملك الأسرة. إذن الأولوية اليوم لحكم الميدان هو انتخاب القيادة، اختيار انتخاب أو اختيار القائد الميداني لحماس على أرض غزة. لا شك في ذلك، انتخاب القيادة الميداني، ويجب أن يكون بسرعة وأن لا تطول عملية انتخاب القيادة الميداني، لأن ذلك يرتكن عليه أول شيء مسار ميداني موجود على الأرض، مسار عسكري موجود على الأرض، ويرتكن عليه مسار سياسي ينتظر منه الخارج الأوامر الموجودة التي تأتي من الداخل فيما يتعلق بموضوع الأسرة. بالتالي هذا الأيام القليلة القادمة أيام فاصلة أعتقد، ويجب على المقاومة أن تقوم بسرعة بإعادة ترتيب أوراقها وترتيب نفسها، على أقل تقدير فقط رسالة إلى الشارع الغزي الداخلي، للمواطن الغزي الذي قدم تضحيات وقدم شهداء وقدم من كل هذا الضغط الإسرائيلي. وبالتالي هذه الرسالة إن نجحت المقاومة بإعادة إنتاج قيادتها بسرعة، أعتقد أنها أيضا رسالة تطمينية للداخل الذي قد يكون تأثر معنويا بعملية استشهاد السنوار. هل من الممكن أن تكون الاستهدافات قائمة موجودة، وتحديدا في مؤخرا الاحتلال واضح أنه يريد أن يستهدف القيادات، هل يمكن للسنوار أن يكون قد اتخذ قرارا واضحا بمن سيخلفه قبل استشهاده بعدما رأى وتابع وشاهد ما يحدث في لبنان برأيك؟ محمد هذا بدون أدنى شك أن يكون قد اتخذ خليفة له، والخليفة الموجود له قد اتخذ خليل، لأن هناك تسلسل قيادي في المقاومة، وبالتالي كلهم يدركون أنهم مستهدفون، وفي أي لحظة يمكن أن يتم استهدافه، وفي أي لحظة هو مشروع لشهيد، وبالتالي يكون قد عين خليفة له. الآن الخليفة الذي سيكون للسنوار بالتأكيد أنه ينتظر فقط إعادة ترتيب الأمور، وبالتالي الأمر الأهم من ذلك أنا أعتقد أنه أيضا البعد الإعلامي سيظهر، وسيظهر أيضا الناطق الإعلامي باسم المقاومة ليبرر بعض النقاط التي قد تكون مبهمة للإعلام وقد تكون أيضا مبهمة للشارع، يعني بموضوع انتخاب القيادة الجديدة قد يظهر الناطق الإعلامي باسم المقاومة أبو عبيدة، ولو كان ذلك ألن يكتفي أبو عبيدة بظهور القادة السياسيين في الخارج؟ لن يكتفي، لأن الموضوع الميداني يريد بعد إعلامي داخلي من الناطق الإعلامي باسم المقاومة وليس من الخارج، وبالتالي قد يظهر ببيان مكتوب أو يظهر صوريا، أنا أعتقد أنه قد يظهر، لكن في ظل الجهد الاستخباري الموجود في قطاع غزة، والذي بالمناسبة محمد تحدثنا عنه هنا ب24/9 وقلنا أن هناك جهد استخباري ضخم يريد الوصول إلى البيج فيش، إلى الصيد الثمين، وهو القيادة رقم واحد السنوار، وبالتالي لم يفلح هذا الجهد الاستخباري بالوصول إلى السنوار رغم كل الجهد الإعلامي ورغم كل الجهد الاستخباري الإسرائيلي والمسند للإسرائيلي من الأجهزة الاستخبارية الغربية، لم يصل إلى السنوار، ووصل إلى السنوار بالصدفة واستشهد السنوار بالصدفة. الآن المرحلة القادمة لابد من وجه إعلامي يخرج أو بعد إعلامي يخرج بالناطق الإعلامي باسم المقاومة أبو عبيدة ليوضح بعض النقاط التي تتعلق بترتيبات انتخاب الرئيس الجديد، القائد الميداني الجديد، وببعض الترتيبات التي تتعلق بالمرحلة القادمة ورسائل طمأنة للشارع الغزي على أقل تقدير. نعم، بعد فاصل نواصل رضا البيك ونواصل حديثنا، أيضا نبحث أثر استشهاد السنوار على الجبهة الشمالية شمال فلسطين جنوب لبنان. بعد فاصل نواصل كمان. نواصل لحلقة الليلة، الحلقة الخاصة من نبض البلد هذه الليلة، ورحب بضيفي الخبير في شؤون الاحتلال أمير مخول معنا مباشرة من حيفا. أستاذ أمير مساء الخير. مساء الخير أستاذ أمير، قراءتك لتصريحات نتنياهو الحرب لم تنتهي على حماس أن تستسلم،
وكل هذه التصريحات تؤشر إلى استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة حتى بعد تحقيقه، وإن يعني وإن إن صح التعبير نصرا افتراضيا باغتيال واستشهاد يحيى السنوار في قطاع غزة. يعني سمعنا منذ العصر أو من ساعات الظهر الكثير من التعقيبات الإسرائيلية وأصوات بين هلالين التعقل، كيفية استغلال اللحظة وكيفية الذهاب باتجاه صفقة والتفاوض مع إيران على أو التخلي عن ضربة إيران والمفاوضات والنظرة الإقليمية. لكن في الحقيقة أن كل هذه الأقوال لا تعني شيئاً، لأنه هذه ليست أصوات حكومة نتنياهو ولا نتنياهو ولا التيار الحاكم الذي بالنسبة له تشكل عملية اغتيال السنوار، فيما لو تأكدوا من كل حيثياتها، عملية انتصار أو صورة انتصار مشهدية، ومن بعدها سوف تفتح الشهية لانتصارات جديدة، لأنه نتنياهو لا يريد أن يتوقف عن صورة انتصار واحدة وإلا لتوقفت الحرب، وهذا لا يريده. يريد أن يواصل، وشهية اليمين الإسرائيلي الحاكم تنفتح على آخرها وباتجاه التصعيد الإضافي. نتنياهو تحدث أنه هاي لم تنهي المهمة، أنه الحرب مستمرة، أنه على الفلسطينيين الاستسلام الآن بعد استهداف السنوار، وكل ما سمعنا منه بلغة الواعظ أو يعني وكأنه الواعظ لكنه يهددهم وجوديا في نهاية المطاف. في نفس اليوم الذي استهدف فيه السنوار كانت هناك مجازر في غزة ولا تزال تحصل في كل لحظة، لذلك لا هذا اللهجة لا تنطلي على الشعب الفلسطيني. وأعتقد أنه في نهاية المطاف سوف نبقى حيث نحن في الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، حرب الإبادة، حرب تقسيم غزة، حرب استهداف الضفة الغربية وكل فلسطين والقدس، وأيضا الحرب الإقليمية سوف تتواصل. ذلك هناك أصوات وهناك منطق. أعتقد أنه أكثر القلقين اليوم في الساحة الإسرائيلية هم عائلات وذوي الأسرى والمحتجزين الذين باتوا يخافون أكثر على مصير ذويهم، لأنهم سيعتقدون أن كل الرواية التي كانت أن السنوار محتمي بهؤلاء باءت أو تبخرت عمليا هذه الرواية وبانت أنها غير حقيقية. الآن يحاولون بناء في الحكم الإسرائيلي بناء رواية جديدة مفادها أن السنوار كان يحتمي بهؤلاء، ثم تم اغتيال 6 منهم أو قتل 6 منهم، ولذلك هذه عمليا الرواية. لكن الشيء الأكيد أنه الحكومة نتنياهو غير معنية في الصفقة حاليا، غير معنية بوقف الحرب على لبنان، غير معنية باستهداف سوريا، باستهداف الضفة، وأعتقد غير معنية التوقف عن هذه الأمور أو التوقف عن تسديد ضربة لإيران، رغم أصوات كثيرة تدعو إلى التريث أو التنازل عن ذلك باعتبار أن إسرائيل تحقق أهدافا مع حلفاء إيران، أي مع المحور المقاومة أو طوق النار كما تسميه إسرائيل. ولذلك القول الفصل في إسرائيل هو لنتنياهو، وأعتقد يحظى بتأييد شعبي كبير في هذا. لكن اليوم هناك من يقول أن نتنياهو يبحث عن النزول عن شجرة. اليوم لديه بعض المكاسب لو في الداخل الإسرائيلي على أقل تقدير، يمكنه أن بعدها أن يوقف كل ما بدأه قبل أكثر من عام. تتفق مع ذلك أم لا؟ لماذا لا يريد أن يوقف كل هذا؟ هذه المواقف منطقية وصحيحة وقائمة فعلية وتضغط بهذا الاتجاه، لكن لا يزال الانطباع أنه نتنياهو وحكومته وبالذات له شركاء في الحكومة والآن لديهم تمرير مشروع ميزانية لا يريد أن يعرض حكومته للخطر، وهي أصلا يعني ثابتة بكل حال. لكن نتنياهو عادة ما يغريه حين يكون على الشجرة أن يعلو إلى الشجرة أكثر وليس أن ينزل، لذلك هو يلعب هذه اللعبة الآن باعتبار أن استراتيجيته قد نجحت وتفوقت على كل الاستراتيجيات التي قالت أن زيادة الضغط وعدم إنهاء الحرب وعدم التوقيع على اتفاقية وصفقة سابقا قد أدت إلى خسارة إسرائيل، لكن بالنسبة له اليوم عمليا يأتي بصورة انتصار جديدة
لكنها تغريه كي يأتي بأكثر. هكذا حدث في لبنان قبل أسابيع، هكذا حدث مع حماس نفسه حين اغتالوا هنية، حين اغتالوا قادة حماس الميدانيين والسياسيين. لذلك الأمور لا تسير وفقا للمنطق الذي يفكر أنه الآن هذه فرصة وممكن حل الدبلوماسي. أعتقد نحن سنواجه نفس، بعد أن تذهب نشوة الانتصار سوف تعود الأمور إلى روتين الحرب. نعم، أسمع وجهة نظرك فيما يخص جنوب لبنان، هل تأثر هذه الجبهة اليوم بما حدث في قطاع غزة وخبر استشهاد السنوار؟ لا أعتقد، لا يمكن أن يعني يكون هناك مؤشرات تدفع باتجاه على أن جبهة جنوب لبنان قد تتأثر بما حدث من عملية استهداف السنوار واستشهاد السنوار، لأن بكل وضوح يعني جبهة غزة هي تعمل على، وجبهة لبنان تعمل على معادلة واضحة وهي وحدة الساحات واستقلالية الجبهات، بالتالي قياديا هذه الجبهات مستقلة، ارتباطيا مستقلة، رغم أنها مندمجة مع بعضها البعض في وحدة التوجه ووحدة الهدف وهو الكيان الصهيوني. جبهة شمال غزة قد تتأثر نوعا ما معنويا للسكان الذين يتعرضون لعمليات التهجير وعمليات القتل وكل ما تقوم به الماكنة العسكرية الإسرائيلية بالتحديد، فقط المدرعات 162 والتي يقودها ألون فينكلمان هذا اليميني المتطرف والذي كل ما يقوم فيه في شمال قطاع غزة هو ليس ضد المقاومة بل ضد المدنيين العزل. هذا الإجرام الذي يطبق فيه هذا ليس جديد، هذا يقوم على مبدأ، هذا المبدأ الصهيوني موجود منذ تأسيس الكيان الصهيوني، كان يقوم على أساس أن أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، بالتالي هذا ما يريد تطبيقه في شمال قطاع غزة، هو يريد تطبيق قانون وجده حييم وايزمان أول رئيس للكيان الصهيوني في 48 في عام 1948 حين أوجد معادلة، هذه المعادلة تقوم على أساس أن أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل قدر ممكن من الفلسطينيين، وهذا ما يحدث في شمال قطاع غزة، هو يريد تهجير أغلب سكان شمال قطاع غزة ليقول أنني حققت إنجاز يذكر بأن قمت بإغلاق منطقة شمال قطاع غزة وأقمت فيها إدارة عسكرية أو إدارة مدنية، يتم تعيين جنرال من جيش الاحتلال فيها وبالتالي يقول أنني حققت إنجاز بعد عام. الآن عندما يتكلم ويقول بعد عام وزير الدفاع يوف جالنت يقول بعد عام وصلنا إلى الهدف، أي هدف وصل إليه بعد عام من القتال تهشمت فيه كل الوحدات العسكرية التي قاتلت في قطاع غزة ليصل إلى قيادي واحد وهو يحيى السنوار، وهو الرئيسي يحيى السنوار، القيادي الرئيسي يحيى السنوار، وبالتالي لا أعتقد أن هذا هدف، رغم أن هذا لم يكن هدفا أصلا من ضمن المستوى السياسي، لم يكن في أهداف المستوى السياسي أن وضع هدفا للمستوى العسكري بقتل السنوار، كانت الأهداف واضحة تحرير الأسرى والقضاء على حماس وخلق واقع أمني جديد، لم يحرر الأسرى لغاية الآن ولم يتم القضاء على حماس ولم يتم خلق واقع أمني جديد، كل ما يقوم به الاحتلال الآن هو يحاول تأطير وتجسيد الأهداف التي وضعها المستوى السياسي ليقول أنني بعد عام وأربعة عشر يوم من القتال حققت شيء يذكر. ولا أعتقد أن موضوع الأسرى بمن السهولة بمكان أن يستطيع الاحتلال حله بالقوى العسكرية إذا ما ذهب إلى مفاوضات سياسية. نعم أستاذ أمير، تتفق مع ذلك؟ إلى حد ما حقيقة، لأنه أعتقد أنه صحيح إسرائيل ما حققت أهداف المعلنة الرئيسية لكنها حققت أهداف أخرى بروح العقيدة التوسعية، حققت ذلك باحتلال غزة بالكامل من شمالها إلى جنوبها بالسيطرة عليها وبالأساس بالتغيير السكاني الحاصل في غزة، النزوح الكبير الهائل الرهيب بعد حرب الإبادة هو عملياً إنه النزوح في جنوب غزة سيبقى هناك لا عودة وفقا للرؤية الإسرائيلية، إلا كذا كان هناك توازن قوة يفرض عودة، لكن بالنسبة لإسرائيل لا توجد عودة لأي لاجئ يترك بيته أو يطرد من بيته أو لأي نازح، ولذلك فقط وإذا عاد لن يجد له بيت ولن يجد إلى أين يعود. هذه النظرية هي موجودة أيضا من 48، أعتقد أن إسرائيل تتعلم من 48 حاليا في غزة، أنه في 48 اعتبروا أنه بقاء 150 ألف فلسطيني الذين تحولوا إلى 1.5 مليون فلسطيني 48 اليوم كان خطأ تاريخيا ويجب تصحيحه، لم ينجحوا في تصحيحه. نعم. الآن يسعون إلى وضع خطة في غزة وتطبيق خطة متكاملة الأركان في تطهير كل الوجود الفلسطيني من شمال غزة، وهذا حاصل، هذا لا يمكن القول أنه لا شيء،
لأنه إسرائيل لن تكون لديها مشكلة ديموغرافية الآن أن تقول أنه لا نريد أن نحتل أو نستوطن بين 3 مليون فلسطيني. الآن يستوطنون بين أنفسهم، ولديهم المدى وتوسيع مخططات توسيع ميناء أسدود ومدينة أسدود وتحويل ذلك إلى جزء من الممر المائي البحري الشهير. لذلك الأمور أعتقد نفس الشيء في لبنان اليوم. إسرائيل تقوم بعملية نزوح، فرض عملية نزوح قسري هائلة رهيبة وإبادية في نفس المفهوم. أعتقد أنه هذه الأمور ليست مجرد فقط أرقام، وإنما هي واقع جديد واضح جدا. هذا لا يعني أنه أن تصير إسرائيل تنتصر في الآخر، لأنها تقوم وضعت لنفس الأهداف لا تستطيع أن تنفذها ولا تملك القدرة أن تنفذها. نعم، أشكرك كل الشكر للخبير في شؤون الاحتلال الأمير مخول، كنت معنا مباشرة من حيفا. شكرا جزيلا لك. نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. شكرا. كل الشكر. معنا 24 ساعة وثم نعود لمراقبة المشهد وأثر استشهاد السنوار على الجبهتين الجنوبية في غزة وشمال فلسطين مع الحدود مع جنوب لبنان.